يقال بأن المال لا يجلب السعادة وأن الابتسامة لا تشترى بالنقود، لكن دعونا نكون واقعيين أكثر. فالفكرة لا تخلو من السطحية، ومن ينادي بها هم أناس واهمون أو أصحاب تجارب خاسرة. فربط المال بامتلاك الأشياء المادية هو ربط تافه، فالغنى عندهم امتلاك سيارة فارهة أو بيت عملاق فيه بركة سباحة جميلة أو الارتباط بأجمل النساء، وهذه كلها أمور يمكن أن ترحل بلمح البصر. لكن الحقيقة أن المال قادر على فعل أكثر من ذلك. فمن ناحية أساسية، وجود المال يخفف أعباء الحياة اليومية التي يعانيها الفرد، كتوفير الغذاء على طاولة الطعام وجمع أطفاله ببيت آمن يقيهم من برد الشتاء ويحميهم من حر الصيف. لكن إذا نظرنا أبعد من ذلك، فللمال قدرة على جلب السلام الداخلي لك إذا ما استخدمته في المكان الصحيح. وهل هنالك أفضل من الإنسان؟ الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الذي لا يمكن أن يخسر. عندما تخفف آلامه وتعينه على مصاعب الأيام وتلبي احتياجاته في رغبته بالدراسة أو العمل أو حتى أداء الواجبات الدينية، فكلما شاهدت من ساعدتهم وهم ينعمون بالصحة والعافية، فالسعادة ستلاحقك والرضا الداخلي سيملأك ويجعلك تشعر بقيمة الحياة أكثر فأكثر. إن قوة المشاعر التي تعطيها النقود للناس يمكن أن تعمي عيونهم عن طريق السعادة الأصلي. حارب هذه المشاعر وكن عوناً للناس حتى تستطيع فعلاً أن ترى جمال هذا العالم. فالمال يمكن أن يجلب لك السعادة، لكن إذا ما أسأت تخطيطه فلن يجلب لك سوى التعاسة والفراغ.